ومن ثرى بيت ليد الترحيب الحار بكم في ربوع بلدتنا العزيزة. ومن هذا الصرح الثقافي الشبابي السياحي نادي بيت ليد الرياضي هذا الجزء الأصيل من وطننا المعطاء الغني المسلح بإرث ثقافي وحضاري عريق. فبلدتنا منارة للعلم ومنبع للعلماء والمثقفين والشعراء. فعالية اليوم راح تعتمد على الحديث عن التراث والأماكن التاريخية في فلسطين. سأقدم عرض عن بلدة بيت ليد، أيضا زميلي خالد الهمشر سيتحدث عن الآثار في المنطقة. أنا سأقدم عرض مع تقديم الصور من تصوير عدستي عن تاريخ بيت ليد وتاريخ الأماكن التراثية في فلسطين. راح أختار ثلاث مواقع من فلسطين تعبر عن بعض المحافظات. سأتحدث عن سكاكة من محافظة السلفيت، سأتحدث عن بلدة الجيب وهي مملكة جبعون التاريخية من محافظة القدس. هذا اليوم يأتي في إطار تنشيط الذاكرة الفلسطينية في منطقة طول كرم من أجل تفعيل المواقع الأثرية وأهميتها. متحف أثر طول كرم يقوم بالتنسيق مع الكاتب المبدع زياد جيوسي من أجل تسليط المزيد من الأضواء على المواقع الأثرية والخرب الأثرية، المباني التاريخية، من أجل توعية الجمهور وأهلنا في بيت ليد، من أجل مزيد من الاهتمام، من أجل مزيد من الترميم، من أجل تنشيط المنطقة السياحية والوصول إلى طول كرم محافظة سياحية 2014-2015.